فيديو النهارده قررت ان انا اللي اعمل السحور، فتعالي يلا بينا بقى نشوف هعمل ايه. تعالي يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه على مدار اليوم لغايه ما الفجر يقل. انا قلت لهم ان انا هقوم احضر لكم السحور، لكن واقعيا لقيتهم بقى ايه، عملنا الفول ودلوقتي يا جماعه بقى انا هعمل بيض ليا والماما ولصاحبتي. ايه رايكم في فقشه البيضه دي؟ طبعا مخي حسن. ايه رايكم؟ بصوا السرعة بس في الايه، يا نهار اسود ما تتفقش ليه؟ محدش واخد باله، محدش واخد باله. خلصنا، بحاول اصور لكم كل الاحداث لان احنا بنعمل سحور للبيت كله، فالموضوع فيه صعوبة حاليا وانا بصور. هحط الجبنة وبعد كده هسيبها في التلاجة شوية عشان هي كانت سخنة ولسه بقى محتاجة تبرد شوية. ومعانا هنا صاحبتنا بتعمل لنا السحور. هو علميا انا قلت لهم هعمل لكم السحور، واقعيا دخلت اديتهم الاوامر. شايفين التقليبة يا بنتي؟ خلاص الصوت مستفز. ازيك الصوت؟ بتعمل ازعاج. دلوقتي بقى هنحط شوية زيت عشان خاطر البيض ما يلزقش هيك كده. الطوة دي تقريبا بتلزق البيض. ليه ما بنزلش الزيت كويس؟ وهنا ماما بتدق الهيل كده. حلو. دلوقتي هنحط البيض. سامعين الصوت؟ سامعين التش؟ هنسيبه بقى كده لغاية ما يبدأ ينشف شوية، وبعد كده نقلبه قلبتين ووريكم دلوقتي يا جماعة انا بقطع خيار. بصوا هوريكم الشكل النهائي. بغزهم يا جماعة، بغزهم. بدل ما واقفين بيعملوا اكل بخليهم يصوروني وانا بقطع الخيار. بتقطعي لحمة كمان؟ اهي استني احط ازاي. استني يا ماما وقف الفيديو عشان فيه فضيحه. مش عارفه اقطع خيار. البيض قرب يستوي، استوى من تحت. احنا ممكن دلوقتي بقى نقلبه قلبه عشان هو كده كده. يا جماعه هنقلب البيض قلبتين. تعالي يا مي الحقيني امسكي ده. بصوا بقى القلبه دي. بصوا انا عايزاكم بس تبصوا. يا مي استني بقى عشان بتضغطوا عليا. بصي بقى الايه القلبة دي. لا احنا هنعمل كده. بصوا القلبة. لا لا مش قادرة. اهي انا بنجح دي. زي ما انتم شايفين كده عملنا الفول والجبنه والخيار والبيض والشاي بلبن. يلا يا مي شيلي الصينيه. اهم ما في الموضوع عصر الليمون. احنا كده حطينا. لو عاوزنا نزود كمان انا قلت. يا جماعه بجد يا لهوي على التعب. انا كلت وخلاص انتخت بقى على السرير. بصوا بصوا انا خلاص مش بجد فعلا مش قادرة احط حاجة في بطني تاني. بس انا عايزة اقولكم ان انا ما كلتش كتير، يعني اللي هو حوالي رغيف او اقل من رغيف كمان. بس انا بالنسبة لي عموما عشان متعودة ما تعشاش، فلما باجي اكل اي حاجة بالليل كده بفرض وبحس ان انا عايزة انام. دلوقتي بقى انا هقعد اقرا قرآن شوية عشان خاطر يعني لسه بدري على الاذان. احنا اتسحرنا الساعة 1، فالاذان لسه هيأذن الساعة 4:30، فبالنسبة لنا لسه في وقت طويل. عايزة اقول لكم ان باذن الله من النهاردة هقرا بعد كل فرض 5 صفحات من القرآن، بحيث ان انا اعرف اخلص القرآن في الشهر كله. طبعا اكيد في وقت تاني هقرا فيه اكتر من 5 صفحات، وممكن وقت تاني معرفش اقرا 5 صفحات. عشان كده هعتمد كل يوم ان انا اقرا على قد ما اقدر، يعني 25 صفحة بقى 30 صفحة على قد ما اقدر. النهاردة بدأت في اول صفحة بس، ودلوقتي هبدأ ان انا اقرأ معاكم من اول صفحة 3 لغاية صفحة 25 بإذن الله. هقسمهم على مدار اليوم، يعني بعد الفجر هقرأ 5، بعد الظهر 5، بعد العصر 5، وبعد المغرب والعشاء برضو 5 و5. وممكن طبعا قبل النوم برضو او قبل الفجر بشوية اقعد اقرأ. كل ده يعني هيبقى وقت فاضي بالنسبة لي هقدر اقرأ فيه، بجانب ان انا برضو هوريكم دلوقتي هنعمل ايه بعد ما نخلص قراءة القرآن، لان لسه قدامي يعني على الفجر حوالي 3 ساعات ونص. فهقرأ دلوقتي نص ساعة كده قرآن وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه.
بص بقى عشان ما افتكرش ان انا نسيكوا، كل ما اشتري حاجه جديده بعلقها هنا عشان خاطر اعمل لكم فيديو المشتريات. يعني انا هنا مجمعه 3 اكياس، وبرده في كيس حطاه في الشنطه، في شنطه حطها في الدولاب برده حاجات اشتريتها جديده. فطبعا لو انتم متحمسين ان انتم تعرفوا ايه المشتريات اللي بشتريها الفتره دي، انا عايزه الفيديو ده قبل الفطار يوصل ل1000 لايك بس. يعني عايزاه قبل الفطار يوصل ل1000 لايك، يعني كل واحد بيشوف الفيديو دلوقتي لو حط لايك احنا خلاص كده وصلنا للألف. تعالوا يا جماعه هنا بقى اوريكم التودو ليست بتاعتي اللي بعملها مؤخرا. يعني بس مثلا بصوا هنا يوم 20/3 كنت كاتبه ان انا عندي تخليص مونتاج، عندي ان انا عايزه انزل اجيب ملزمه، عايزه اصور فيديو المذاكره، عايزين انزل دار السلام انا وصاحبتي، عايزه انزل مثلا فيديو. ببدا ان اعمل كده، وجنب كل حاجه ببدا ان اعمل علامه الصح. فبجد لازم تعملوا انتوا كمان كده في رمضان، الموضوع ده هيفرق معاكم جدا وهيخليكم تنجزوا حاجات اكتر، وهيخليكم كمان يعني متحمسين جدا ان انتوا تخلصوا كل حاجه وراكم وما تعطلوش نفسكم، ما تقعدوش تفكروا كتير انتوا وراكم ايه. فاعملوا زي كده وابداوا رقموا كل الحاجات اللي محتاجين تخلصوها على مدار اليوم بتاعكم، وهيفرق معاكم جدا. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما روقت التسريحه يعتبر ما كركبتهاش قوي. يعني بصوا هتلاقوا كركبه بسيطه جدا مثلا في العلبه، لكن ستيل الفرش في مكانها، الكريمات متظبطه، البرفيومز محطوطه، الدراج برده تقسيمتها ما باظتش، ممكن يبقى فيه شويه كركبه كده بس برده ستيل هي متروقه. فانصحكم انتوا كمان تعملوا زي كده، لان الموضوع ده فرق في نفسيتي قوي، وبقى يخليني ارجع من بره اشوف اللي ورايا على طول، ما احسش ان الدنيا متكركبه زي الطبيعي. يعني دايما برجع من بره بحس ان الدنيا متكركبة قوي. زي ما انتم شايفين كده ان انا قمت صليت الفجر الحمد لله، ومن هنا هيبدا فلوج اول يوم رمضان. هتلاقوا الفيديو نزل لكم قبل ده بالظبط، وهنا قعدت اقرا قران بعد الاذان بشويه. بجد يمكن السنه دي انا ناويه باذن الله ان انا اختم القران فيها اكتر من مره، وادعوا لي بجد ان انا اعمل ده، لاني دايما كتير قوي كان بيجي عليا رمضان في ثانويه عامه، وكان بيجي عليا رمضان في فتره مضغوطه فيها جدا من المذاكره، فكان الموضوع بيبقى بالنسبه لي صعب ان انا اقرا كل يوم. فباذن الله باذن الله السنه دي عايزين نشجع بعض ان احنا نقرا اكبر كما نقدر نقراه من القران. وهنا كنت وصلت الحمد لله لغايه الجزء الاول بعد الاذان، وقمت بقى خلاص ضبطت السرير بتاعي ونمت. تصبحوا على خير، وطبعا هوريكم كل حاجه هتحصل في يومي بكره باذن الله اللي هو هيبقى اول يوم رمضان. تصبحوا على خير.